حسين سالم. ناس كتير ما كانتش تعرف حاجة عن الاسم ده غير بعد سقوط نظام مبارك، وصاحب أغرب شركة هتسمع عنها. لكن مين الراجل ده واللي دفع كفالة 27 مليار يورو في قضية واحدة وحوالي 5 مليار جنيه عشان يتصالح مع الحكومة؟ تفاصيل وأسرار كتيرة هتعرفها، والبزنس الخفي عن الرجل الأغنى في نظام مبارك، فخليك متابع. رجل الأعمال حسين سالم اسمه مثير للجدل، وأول ما تسمع الاسم الكل بينتبه وبيحب يسمع عنه لأنه ببساطة رجل مش عادي. سنين كتير فضل مخفي ومحدش كتير يعرف عنه حاجة ولا بيتردد في الإعلام زي باقي رموز مبارك، لغاية بعد 25 يناير بدأ الاسم يظهر بقوة، والكل حابب يعرف مين ده وبيعمل إيه وكان فين وليه كان محرم على الإعلام يجيب سيرته. في البداية خلينا أقولك إن حسين سالم توفي عن عمر 85 عام في العاصمة الإسبانية مدريد، واللي كان سافرها للعلاج بعد تدهور وضعه الصحي. حسين سالم كان معروف إنه أحد أهم رجال الأعمال في مصر زمن الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان أغلب شغله في مجال الطاقة، وغير البزنس كان أحد المقربين جدا من الرئيس السابق حسني مبارك. وبعد 25 يناير توجهت ليه العديد من التهم، خاصة تصدير الغاز إلى الكيان في مايو 2017، لكن المحكمة بعد كده أصدرت حكم ببراءته. وقبل ما يموت ب3 سنين كان حسين سالم عمل اتفاقية مع السلطات سقط بعدها كل الأحكام ضده، أو بالبلدي اتصالح مع الحكومة مقابل تنازله عن نحو 5 مليار جنيه مصري أو 250 مليون جنيه استرليني بالأسعار وقتها طبعا، ده غير انتقال ملكية بعض الأصول والعقارات اللي بيملكها داخل مصر إلى الحكومة، واللي قدرت تقارير وقتها إنها تعادل نحو 75% من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها. لكن الجزء الأهم في حياة حسين سالم هو اتهامه في كتير من القضايا، أبرزها تصدير الغاز للكيان بسعر أقل من السعر العالمي، وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي ليه بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وصدر حكم غيابي على حسين سالم وابنه وبنته في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنين لكل منهم بتهمة غسيل الأموال. كمان صدر حكم غيابي في أول مارس 2012 ضد حسين سالم بالسجن 15 سنة في قضية تصدير الغاز إلى الكيان بأقل من أسعاره العالمية، وهي التهمة اللي برأته منها الحكومة. بعد كده خلص الموضوع على كده؟ لأ طبعا، ده اتحكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم لاتهامهم بالاستيلاء على 35 فدان من أراضي الدولة، بالإضافة إلى 7 سنين أخرى في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليار دولار. وفي مايو 2012 وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وبنته إلى مصر، وده لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ. لكن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لغاية الفصل في الدعوة اللي رفعها سالم، مدعياً إن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية. وفي إبريل 2012 صدر حكم بانقضاء الدعوة الجنائية ضد سالم في قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق 5 فيلات مقابل الحصول على أراضي. أما في سبتمبر عام 2014 أصدرت المحكمة حكم ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنين لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر. وفي 21 فبراير 2015 قضت المحكمة ببراءة حسين سالم وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز. كمان برأت محكمة أخرى مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي بسعر أقل من سعر السوق، وهي الصفقة اللي أثارت الجدل في مصر. وخلينا أقولك إن شركة شرق البحر الأحمر المتوسط واللي سالم بيعتبر أحد المساهمين الرئيسيين فيها بدأت تزويد الشركة العامة للكهرباء في الكيان بالغاز في مايو عام 2005، وده حسب اتفاق بيستمر لمدة 20 سنة. وطوال فترة الاتهامات فضل حسين سالم يقدم طلبات للنيابة العامة عشان يتصالح في القضايا المرفوعة ضده لغاية ما وصلوا لاتفاق نهائي نص على تنازله عن معظم ثروته. كمان ضم اتفاق التصالح إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج. وقدر بعدها حسين سالم وأفراد أسرته إنهم يتصرفوا في الأصول والأموال بحرية وزي ما هم عايزين. لكن السؤال الأهم، مين هو حسين سالم أصلاً؟ حسين سالم للي ما يعرفش اتولد في 11 نوفمبر عام 1933 في سينا، ويعتبر سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية لأنه أول واحد استثمر فيها عام 1982. وبعد ما هرب إلى إسبانيا بعد سقوط مبارك، طلبت مصر إسبانيا بتسليم سالم اللي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008. وفي يونيو 2011 ألقي القبض على رجل الأعمال الهارب في إسبانيا ووقف أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو. رحلة طويلة لرجل الأعمال حسين سالم، لكن خليني أقولك إن أغلب شغله في أسبانيا، يعني أولاده حاليا في الغالب في أسبانيا بيديروا الثروة اللي سابها الوالد.